شوف بقى حدوتة علي اللي معانا اللي هي اتذاعت قبل كده، ولكن انا مش مصدقاه، ما كنتش مصدقاه. قالوا لي ان علي من وهو صغير بيسرق، وعشان يبطل سرقه عمل حاجه غريبه جدا. تعالوا نشوف مع بعض. ناس بتطلع في الاعلام تقول لنا قصص، والاعلامي منا مش في كل الاوقات بيقدر يتحقق من اللي بيتقاله ده صح ولا لا. مهما بحثت، مهما عرفت، مهما ساعات ممكن يضحك عليك. شفت فيديو كده لاحد الافراد بيقول ان هو حط ايديه تحت قضيب قطر وقطع ايديه عشان كان بيسرق، وقرر ان هو يتوب. تعالى كده، طيب تعالوا كده نمشي، ورينا قضيب القطر كده. انا حطيت ايدي تحت القطر، وبعد ما حطيت ايدي تحت القطر، هل القطر اختار ان هو يقطع ايدي بس؟ يعني ممكن احط صباعي واقول للقطر اقطع صباعي الصغير؟ تعالوا نشوف القصة دي جت من وحي خياله، ولا فعلا هو عمل معجزة وخلى القطر يعدي على ايديه، وعمل كده ازاي وبيقول كده ليه. القصة دي على فكرة من زمان وطلعت في كذا برنامج، بس انا استفزيت الحقيقة وعايز اعرف ما هو مصدر هذه القصة وما مدى صدقها. تفضل حضرتك. زيك، قولي بقى ايه الحكايه. انا كنت حرامي من صغري وانا في الابتدائي، ومش عارف اتوب 25 سنه اسرق، وعشان اتوب ارجع ربنا قطعت ايدي الشمال. انا ترجمت، انا متعبش. قطعت ايدك ايه؟ قطعت ايدي الشمال تحت القطر هنا. الشمال ولا الاثنين؟ لا الشمال، وبعد كده اليمين بعدها بسنه ونص. رجعت اسرق بيدي الثانيه، لمده سنه ونص رجعت اسرق بيدي الثانيه وقمت طالع الثانيه. قطعتهم ازاي بقى؟ نمت على بطني وحطيت ايدي تحت القطر. بص يا استاذ هان، نمت على بطني كده كده اهو كده اكيد كده، وحطيت ايدي القطر عدى. معلش وريني تاني. قطعت ايدي كده شيرتوب كده. عمرت عد معد علي القطر في سخونيه جامده، سخونيه ديت يعني. هو في حد ممكن يحط راسه قريب؟ لا مش راسي، قريب. مش هنا يعني. لا انت بتقول حطيت راسك جنب القضيب. مش راسي، جنب حته واسعه. تعالى كده، هنا 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 هنا. يا لا يعني، ما عشان احط ايدي تحت قضيب القطر لازم راسي تبقى قريبه من القطر؟ لا بس جنب بعيد. بعيده؟ ليه؟ طول دراعك قد ايه؟ عادي، ما دراع كده بين دراعك وراسك مفيش يعني. عادي بس ما تتعملش. ربنا السلام عليك، ربنا السلام عليك. ما تتعملش. لا تتعمل، تتعمل. كل اللي بعد عارفه، وانا ضميري صحي وضميري ابني. يعني بعد ما اتوجعت في ايدك الشمال ما اغمش عليك، ما حصلش حاجه؟ ما حصلش حاجه. القطر قطع كوا ولحم وقمت روحت. عمل ايه؟ كوا ولحم من سخونه القطر، سخونيه جامده. كوا ولحم قمت روحت، قطعت ايدي وروحت من غير بينجو برشام على الحي. يا سلام. والله العظيم. وبرضو ريما رجع لها قديمه، رجع بين اليمين. ما حصلش نزيف؟ ما حصلش. لا بس بعدها بساعه ونص القطر بيقطع بيك ويلحم، بيك ويلحم. لا لا، قبل ما يلحم ما حصلش نزيف؟ لا ما حصلش نزيف. ما نزلش دم؟ لا ما نزلش دم. ما عندكش، ما بينزلش دم زينا من متعور؟ لا ما فيش دم نزل. والله القطر بيقطع بيك ويلحم سخونه القطر. بتسرق ايه بقى؟
يقولوا فيها طنبيلات ودهب 25 سنه كنت بسرق ومش عارف اتوب عشان اتوب ارجع ربنا. انا عاقبت نفسي اقوى عقاب انا عايش في الدنيا. ربنا يقول لك توب وبيت مفتوح. انا حاولت كتير اني اتوب ما عرفتش اتوب. ربنا يقول لك تاني حاسب ممسوك وانت حسابه. انا حاسب نفسي في الدنيا قبل ما اتحاسب من رب العالمين في الاخر حاسب عسير. وانا كده مرتاح لبرد ضمير اللي كبره ربنا. يعني دلوقتي ما بتبقاش نفسك تسرق؟ لا وعمر من سرق. دي عبره عزليه انا قبل كل الناس. يعني انت بعد ما قطعت ايدك اليمين فضلت تسرق برضه؟ لا قطعت الشمال. فضلت اسرق اليمين. بس القطر ده يعني نزل لتحت ولا زي ده كده؟ لا القطر زي دي كده. بس يعني انا دلوقتي قطر جاي بسرعه جدا. جدا اروح انا جايه. لا لا بص استنى 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 يا باشا. لا والله معلش عشان معلش انت عندك انت عندك حته ضيقه حته ضيقه لو حته واسعه ماشي لو حته واسعه مش هفصل دراعي عن راسي. دراعي قريبه من راسي اهي. انا بس عايزه اسالك انا هو دلوقتي عايزه اقطع ايدي لا قدر الله انا اعمل كده واحط ايدي كده جنب القطر كده يا دوبك يدوس ايدك بس فالقطر يجي يدوس ايدي بس وانا اروح انا واخده ايدي بقى بتنزف دم كده ومروحه. ايه والله وده اللي حصل. والله وده اللي حصل. الشمال قطعتها كده. عندك صوره بايديك؟ صوره كتير. معايا صوره وايديك كامله. وما رحتش مستشفى ولا اي حاجه؟ لا روح. اول مره رحت المستشفى قعدت 4 ايام. وتاني مره برضو رحت المستشفى قعدت 4 ايام. مش انت قلت روحت ولحم لوحده والسخونه بتاعت قالك السخونه بتاعت القطر هي اللي ما بيلحم بعدها بساعه ونص. بعدها بساعه ونص ساعه ونص بالظبط. ساعه ونص ساعتين ساعه ولا حاجه. والله العظيم سبحان الله. وانت بتشتغل ايه دلوقتي؟ مش شغال في واحد من الكويت وواحد من اسماعيليه. من الكويت بيديني كل شهر 3000 جنيه. بيبعت لي كل شهر 3000 جنيه. عشان ايه؟ عشان طلعت في التلفزيون قبل كده؟ بيعطف علي. وبعد الحلقه دي هتفع عليك ناس اكتر؟ الحمد لله الحمد لله. يعني انا اقعد كده؟ انت مستغربه؟ حط ايدي كده وريني كده. بصي انت ما انت مش عارفه تعملي صح يا استاذ. لا معلش مش عارفه اعمل صح. عرفت. نرجع ورا. ترجع كده. كده القطر يطلع والقطر يجي بسرعه جدا 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 يروح دايس ايدي بس. القطر بيقطع بيكوي بيقطع ايدك بيكوي. جربي كده. جربي. اجرب. حاضر جربي. انا مش عارف رايكم ايه. مش عارف. عايزين نسال البلد عنده. علي دوت من عندنا من طنطا من هنا. تمام. هو قصته كلها ان هو كان حرامي وحب يتوب. لما حب يتوب عمل حاجه يعني غريبه قوي ما كانتش تخطر على بال حد. هو كل اللي عمله ان احنا سمعنا ناس بتجري على المزلقان ناحيتنا. تمام. الناس طبعا بقى من التوتر والمنظر. انا لما جريت مع اصحابي كده وبتاع والناس في المنطقه دخلنا لقينا ايه واحد مرمي على الارض ودراعه مفصول عنه. طب ايه يا جماعه؟ ودينا المستشفى وبتاع. لما فاق عرفنا القصه منه حكى انا نفسي اتوب وارجع عن اللي انا بعمله دوت. قررت ان انا اقطع ايده. فطبعا المنظر اللي احنا شفناه ما كناش عارفين هو قطع ايده ليه. لكن طبعا لما حكى ان هو عمل كده عشان خاطر يتوب عرفنا ان هو كان بيسرق والكلام من ده. بس طبعا ايه فوجئنا بفتره ثانيه لقيناه في نفس المكان برضه ايه قطع ايده الثانيه بنفس الطريقه. وقال لك انا كده تبت خالص. طبعا احنا لما سالناه طب انت قطعت ايد قبل كده وبعد كده رجعت قطعت ايدك الثانيه طب ليه ما انت كنتش تبت الاولانيه؟ قال لك لا ما انا لما قطعت ايدي اليمين رجعت بقيت ايه بسرق ايدي الشمال. ففكرت ان انا كده يعني ازاي انا كده تبت وبرجع اسرق ثاني. فبدات ان انا افكر ان انا لازم اقطع ايدي كمان اللي هي الشمال وابدا اقطعها. وطبعا برضك ايه بيجي طبعا بقى هنا المنطقه الناس عارفين ان هو كذاب وكده اللي بيقدر على حاجه بيعملها معاه.